إننا نشرف اليوم في هذا اللقاء على عملية التوزيع بمختلف البرامج السكنية بمختلف السياق والإعانة الممنوحة للمواطن الكريم بهذه الولاية، والتي تأتي تتمة لعمليات التوزيع التي جرت في السنوات الماضية تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، حيث سيتم تسليم ما قوامه 118 مفتاح لمسكن عمومي إيجاري، وكذا 300 مقرر إعانة مالية لبناء مسكن في إطار السكن الريفي، وكذا 179 مقرر إعانة مالية في سياق بناء مسكن في إطار التجزئات الاجتماعية، و146 دفتر عقاري. الحمد لله، يعني اليوم مستفدة من العقود التجزئة، ونشكر سيد الوالي على المناسبة والتكريم، يعني مع السلامة نقول إن شاء الله يعني الباقيين إن شاء الله ربي يستفيدوا، لأنه يعني حاجة كما هذه تبين لنا بلي الدولة راه شفنا يعني حطتنا بعين الاعتبار.